فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مشروع الإفادة من لحوم الهدي بمكة، تقوم الجهة المعنية بتوزيع بعضها خارج البلاد، فهل هذه اللحوم من الهدي الذي لا يجوز إخراجه عن الحرم؟ لا يجوز إخراج اللحوم، الذبح هو اللي ما يجوز إلا في الحرم الذبح، وأما أنهم يخرجون به ويسافرون به، الصحابة كانوا يسافرون باللحوم ما في مانع، ويجوز. والمشروع ما مشى إلا بفتوى من أهل العلم، إخراج اللحوم إلى الخارج والمحتاجين لا بأس به. نعم.